أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. هذا معادنا مع فقرة جديدة. فقرة اليوم هي بعنوان ماذا غير مزاج المصريين؟ سؤال يطرح نفسه الآن بقوة بسبب مظاهر السلبية واللامبالاة التي طفت على السطح مؤخرا، وأيضا بسبب أعراض الاكتئاب والتشاؤم المخيمة على أغلب أبناء مصر مع اختلاف فئاتهم العمرية، على الرغم من استعداد البلاد لبدء مرحلة جديدة من الحرية بعد إقرار دستور جديد واستكمال خارطة الطريق. يمكننا الآن أن نلخص الحالة العامة في مصر بأن المصريين محبطون، نرى ذلك في ميل بعضهم إلى العزلة وميل آخرين إلى العنف وميل البعض إلى متابعة الأحوال فالتشاؤم بعدها. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور فيصل يونس، أستاذ علم النفس بكلية الأداب جامعة القاهرة. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. ومن المنتظر إن شاء الله ينضم إلينا أيضا دكتور عمرو عبد الحكيم، أخصائي الطب النفسي ولكن في وقت لاحق وفي الطريق إلى هنا بإذن الله. إزاي حضرتك دكتور؟ أهلا وسهلا. يعني من المفروض أن احنا داخلين على مرحلة في ثورتين، طبعا الثلاث سنين اللي فاتوا لم يكونوا بسنوات سهلة على المصريين، يعني بالطبع قرأت الإحباط في محيطي عالمك من أصدقاء وعائلة وتلاميذ حتى، كيف تقرأ هذه الحالة إذن؟ أقرأ هذه الحالة أن احنا يعني في ثلاث سنين غيرنا نظامين للحكم، كانوا موجودين والمصريين ما كانوش راضين عليهم لأسباب مختلفة، وهذا التغيير لم يصاحبه تغيرات متوقعة. يعني دايما احنا نقول انا هغير ده عشان يحصل ده، انا هعمل كذا عشان يحصل كذا. المصريين كانوا بيتوقوا ان هم غيروا نظام مبارك عشان يجي نظام تاني اكثر رحابة، اكثر حرية، اكثر معقولية، اكثر جودة اقتصاديا، ودي نقطة مهمة جدا. هذا لم يحدث، انتشرت القدر الكبير، كان هناك فوضى وكان الاقتصاد متأزم ويعني احنا يعني ساعات بنتكلم احنا دايما على مستويين، يعني احنا بنتكلم دايما على مستوى النخبة، والنخبة بتفكر دايما في القضايا الاكثر تجريدا في من عامة الناس اللي بيفك أحلامهم بسيطة وأحلامهم بتتركز في مستوى معيشة أحسن، في قدرة على مواجهة ضغوط الحياة اليومية بشكل أكفأ، قدرة على أو يعني إحساس أكتر بالأمان. طبعا نتيجة التغيرات السياسية الكتيرة أو اللي حصلت ديت، ونتيجة التغيرات في نظم الحكم اللي حصلت، أصبح في قدر كبير جدا من الغموض وعدم التحدد. أصبح هذا الغموض وعدم التحدد بيؤدي إلى توتر شديد عند الشخص. كل ما زاد الغموض كلما زاد التوتر، كل ما زاد الإحساس بالقلق. الإنسان يقدر يستحمل ده فترة ويعدي، زي ما بنستحمل مثلا القلق بتاع الامتحان، لما كنا بنستحمل قلق الامتحان واحنا صغيرين، نحن نقعد مثلا شهرين ثلاثة بنذاكر وقلقانين عشان النتيجة بتاعتنا لغاية ما النتيجة تظهر، شهرين ثلاثة وتعدي ونبقى كويسين وما يحصل لناش حاجة. لكن لما نقعد ثلاث سنين في حالة قلق، ثلاث سنين في حالة توتر، عادة ده بيؤدي إلى آثار وخيمة على الفرد، سواء من حيث ما نسميه السلوك او النفس اللي هو بيزيد الاضطرابات النفسيه، يزيد الشعور بالقلق، يزيد الاكتئاب، يزيد الاحساس باللا جدوى، يزيد الاحساس بالاحباط الذي يؤدي الى العنف احيانا. في نفس الوقت ايضا اتوقع انه يزيد الاضطرابات الجسديه، الامراض الجسديه، الامراض الجسديه تبدا تظهر وتزيد ومعدلاتها تبقى أكتر. بالطبع استمعت أيضا إلى ارتفاع نسب حالات الطلاق لسببين، الأول الاكتئاب والثاني الاختلاف السياسي. ده بدأ يظهر. نعم. أنه يظهر المشكلات داخل الأسر بسبب الاختلافات السياسية.
هل هذا طبيعي يعني؟ ده طبيعي في وقت استقطاب شديد، يعني احنا في حالة استقطاب شديد جدا بين يعني ثلاث توجهات في المجتمع بتاعنا. في استقطاب، في محاولة لربط الدين بالسياسة، وانه هذا البلد لن يساس الا على اساس ديني، وهذا الاساس الديني برضه غير واضح وغامض ولا يؤدي الى استقطاب. القطب الثاني القطب مدني، ان احنا بنتكلم عن دولة مدنية ودولة يعني تفصل او يعني ترى أن السياسة ليس فيها دين، والسياسة تقوم على المصلحة، والسياسة تقوم على هذا التيار لأنه ضعيف جدا أيضا. فهناك تصور ثالث أن احنا بحاجة إلى الزعيم القوي، وده أيضا أصبح تيار في مصر دلوقتي بيطمح في زعيم قوي يفرض سلطته ويفرض هيمنته ويشبع حاجات الناس الأساسية ويتقدم بالبلد اقتصاديا. بعد ثورة 25 من يناير وبعد التنحي كانت هناك حالة سائدة من الأمل والشعور بأنه القادم أفضل وأنه مستقبل أفضل وما إلى ذلك، ولكن سرعان ما تلاشت هذه الأحاسيس. أن نأمل في شيء جيد وأن يختفي هذا الشيء أكثر من مرة، وده بيدي الأحباط يعني، ما وشيء وبنأمل في شيء جيد بشكل غير واقعي أيضا لأن مقومات الشيء الجيد ما كانتش موجودة. يعني احنا حصل ابتداء من سنة 1952 حتى 25 يناير 2011 تجريف متصل بكل من يمكن أن يكون سياسيا أو ممكن أن يلعب دور سياسي أو ممكن أن يتبنى وجهة نظر سياسية مختلفة عن وجهة نظر الحاكم في أكثر من 60 سنة أو قرب 60 سنة. لما جينا لقينا بقى في الوقت ده لقينا فراغ، يعني ليس هناك من يملك. كنا حالمين أكثر من اللازم. يعني هؤلاء الناس، يعني من يسمون بالمعارضة المدنية الآن، دي مجموعات مختلفة غير مدربة سياسيا، غير ما عندهاش وعي سياسي كافي، أيضا سلفية بالمعنى الفكري. يعني سلف أن تنتمي لأسلافك يعني سلفية بالمعنى الفكري، أنه نبص نلاقي أحلام بأيام عبد الناصر وأحلام بأيام السادات وأحلام بأيام، وهذا لا يناسب الواقع حاليا. وهذا لا يناسب الواقع ولا يناسب 2011. هل ترى أن بعض هذه النخب تقدم للجماهير ما لا تمتلكه من أحلام ووعود أيضا؟ ولكنها لا تستطيع أن تخاطب هذه الجماهير ولا تصل إليها، والدليل هو أدائها في الانتخابات اللي فاتت أو الانتخابات أجريت بعد ثورة يناير. مالش حجة بقى أن الإخوان ليهم تنظيم أكتر وما لهمش تنظيم أكتر، وبعدين إحنا دلوقتي بقالنا 3 سنين. ولكن لها عوامل أيضا، أن الإخوان هو أكبر فصيل سياسي منظم في مصر، هذه الحقيقة. هذه أيضا يعني ساهم بشكل أو آخر أنه الإخوان أكثر فصيل سياسي منظم في مصر، مخترق للعشوائيات، مخترق له شعبية لدى الفقراء، ويستطيع أن يتحدث بلغة يفهمها الناس الفقراء وعامات، يعني السواد الأعظم، ويستطيع أن يلمس اهتمامات الناس. هو موجود أصلا يعني هو موجود. احنا بنتكلم دلوقتي على معركة الدستور اللي احنا داخلينها دي، استطلاع بصيرة من يومين أو ثلاثة مطلع أنه 76% من الناس أو 75% من الناس لم يقرأ الدستور حتى اليوم. لا يمكن أن نعتمد بشكل كبير، لأن العينة التي تلجأ إليها بصيرة أو تأخذها في أو تجري عليها يعني ليست بالكبيرة، يعني هو حتى لو عينة مش كبيرة بس يعني ممثلة يعني ممثلة للجمهور وتدي مؤشر. أنا لما بسأل كل الناس اللي حواليا بلاقي إنه ما فيش حد أرى الدستور. الكل معتمد على الخبرات من التلفزيون. الخبرات من التلفزيون، الخبرات من بتاع ده، الرغبة في إنهاء هذه المرحلة. يعني جزء كبير من اللي هيصوت 14 15 هيروح عشان خاطر ينهي هذه المرحلة.
طمعا في مرحلة جديدة أفضل أفضل. وبعدين اهتمامات الناس يعني برضو في دراسات عن اهتمامات الناس تغيرت. نعم احنا عندنا نوعين من الاهتمامات سياسية يعني واقتصادية. في ناس في نخب اهتماماتها سياسية ومكاسب سياسية أساساً. فقط في ناس عاديين كتير جدا السواد الأعظم أمل في حياة اقتصادية أملوا في حياة اقتصادية مريحة. نعم يعني واللي خرج ويمكن اللي لمس ده كويس كان الفريق السيسي في حوار في كلام طلع عنه يعني انه بيقول ان انا لو بقيت رئيس مش هنايم مصر مش هخليهم يناموا من كتر العمل لان احنا محتاجين عمل جاد عشان ننقذ مصر من اللي هي فيه اقتصاديا. هل رأيت تغيرا بعد ثورة يناير وبعد ان يعني خاب امل الكثير من المصريين؟ هل ترى تغير في فكرة أنه أريد قائد أريد أن أريد أحد ينفذ لي أحلامي أريد أحد أن أسير وراءه؟ أنا أعتقد أنه يعني هذا ما زال موجود ولكن الإنسان المصري برضو حصل له تغير مهم في نفس الوقت أصبح أكثر وعيا. يعني لو جه جمال عبد الناصر النهاردة مش هيقدر يحكم مصر بالطريقة اللي حكم بها نعم. مصر سنة 52 سيفند كلامه ويفند قراراته لابد أن تحظى قراراته بشعبية وأن تكون واضحة وأن تكون مقنعة يعني احنا جزء كبير جدا من الكلام اللي بيطلع دلوقتي كلام ما هوش مقنع ولذلك الناس العامة ما هيش قادرة تمشي معاه يعني ما يعني كلمة مفهوم الشفافية مفهوم الوضوح مفهوم الإقناع والشعب مش هيمشي ورا حد مش مقتنع بيه مش هيمشي ورا فكرة ما هوش مقتنع بيه فكرة أيضا فكرة أنه إخفاقات متكررة وما إلى ذلك في فترة من الفترات كان كل الشعب المصري تقريبا هو محلل سياسي يحلل ويرى وما إلى ذلك ويوافق ويعترض وما إلى ذلك الآن إلى حد ما انحسرت هذه الاهتمامات إلى انحسارات اقتصادية فقط أريد أن أكفي بيتي من مما يحتاج أريد أن أمشي في أمان لا أريد تحرش يعني انحسرت الاهتمامات من أمال عريضة إلى أمال هي الحد الأدنى للحياة الإنسانية كيف ترى ذلك؟ أرى ذلك أنه الوقت اللي يعني في هو في الفترة الأولى بعد 25 يناير ما كانتش اتكشفت كل الأوراق بتاعت كل القوى السياسية اللي موجودة زي ما هي مكشوفة دلوقتي ما كانش يعني كان ده باين أنه هو ثوري وده جزء من الثورة وده كان باين أنه هو قوي وطلع ضعيف وده كان باين انه ضعيف وطلع قوي يعني احنا كنا بنتكلم على التيار الديني بالكتير او 40% 25 35% كل التيارات الدينية طلعت اقوى من هذا اياميها ادت اقوى من هذا كنا مقتنعين ان مهما كان الوفد ضعيف الا انه سيثبت نفسه ويكون ففي يعني اوراق كتيرة جدا اصبحت تبدلت واصبحت مكشوفه امام الناس وواضحه. دعنا نخرج الى فاصل ينضم الينا الدكتور عمرو عبد الحكيم اخصائي الطب النفسي تابعونا مشاهدينا الكرام.